السلام عليكم أولادي وبناتي أبطال وشطرات الصف الثاني ثانوي الحلوين. النهاردة هنحل مع بعض اكسرسايز 18، آخر درس في فرع الكالكولس، درس الكونتينيوتي. طيب، في الدرس بتاعنا النهاردة بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على فكرة إزاي الفانكشن تبقى كونتينيوس. قبل ما أبدأ أحل هقول حاجة كده سريعة علشان نستفيد منها وإحنا بنحل. لو أنا رسمت كيرف أهو، لو أنا قلت إن ده الكوردينيتس أكسس ودي الاكس، اهي 1 2 3 4 5 6 وات ايفر مكان بقى، وانا رسمت كيرف معين والكيرف ده جه هنا عند ال1 اهو كامل عادي معدي، وبعدين جه عند ال2 وعملنا فيه جامب كده وكملنا اهو، وبعدين جينا هنا عملنا هنا كلوز، وجينا هنا عملنا اوبن، وجيت كملت هنا ورحت قايل ان في البوينت دي مثلا الفانكشن ليها فاليو، هنا كده فاليو وهنا فاليو وهنا كده كملت، تمام؟ والفاليو بتاعت الفانكشن هي موجوده في البوينت ده. شكل كيرف عادي زي اي كيرف الله خلقه. طبعا لو جيت اشوف الكيرف وعملت حبيت اعمل ديسكاس الكونتينيوتي بتاعته، يعني اشوفه كونتينيوس ولا لا، عند الاكس ايكوالز 1 فوق ال1 في جامب، دي يعني اسمها جامب، هل في جامب في كات؟ لا، يبقى الفانكشن كونتينيوس. طيب هنا عند ال2 في جامب، يبقى دي مش كونتينيوس، يعني اسمها ديسكونتينيوس. طيب عند ال 3 برضه في جنب، واحد يقول لي طب ما كلوز، يا راجل ده في جنب وجاب كمان، يعني في مسافه اصلا بين التو برانشز دول، يبقى دي مش كونتينيوس. طب هنا برضه في جنب وفي جنب وفي جاب، برضه ديسكونتينيوس. طب افرض الكلوز دي ولا بتاثر في اي حاجه. ده المفهوم اللي هو الالجبريكلي او سوري الجرافيكلي كونسبت بتاع الكونتينيوتي. طيب نبدا نشوف مع بعض اول سؤال كده، نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي ذا فانكشن اف اكس كونتينيوس ات الاكس ايكوالز اي اف، إذا كان إيه؟ يبقى لازم يبقى في عندي شرطين، إيه هما الشرطين؟ لازم تكون الليمت موجودة، يعني الليمت أو الفانكشن فروم ليفت إيكوال فانكشن فروم رايت، بلس إن تكون الليمت هي إيكوالز الفانكشن، زي الفاليو دي. يعني لو جيت عند الـ 1 أخدت الـ f of 1 بلس اللي هو الرايت ليمت بتاعت الـ 1، هتطلع مثلاً سي إن دي البوينت بـ 3 أو الفاليو دي 3، هي نفسها الليمت أو الليفت ليمت، هي نفس الرايت ليمت، هي نفس الفاليو أوف فانكشن. هنا بقى الليفت ليميت والرايت ليميت قد بعض، لان الاثنين مثلا عند الفور مثلا قد بعض، لكن مفيش اصلا فاليو اوف فانكشن مش موجوده، مش ايكوالز الاثنين دول. يعني حتى لو كانت الفانكشن مثلا كلوز هنا يبقى الفاليو بتاعتها 5. طب لو مش اصلا مفيش الكلوز ده هتبقى دوز نوت اكزيست. يبقى ايه الشرط بتاعي؟ ان الليميت من الرايت تكون الليميت من الليفت ايكوالز بعض، هي نفسها الفاليو بتاعت الفانكشن اللي هو الاختيار دي. شوف السؤال اللي بعده كده يا جميل، اللي هو ايه؟ limit للx approach to a plus f of x equals l وال limit للf of a minus equals m then the function continuous at x equals a، إذا كان إيه؟ إذا كان ال l plus equals ال l minus equals mean equals ال value بتاعت ال function. طب هو هنا مش مديني كده، هو مديني l power 2 plus m power 2 minus 2 l m. طب الكلام ده إيه؟ طب ما تجيب لي ده كده جوه، يعني L باور 2 ماينس 2 L M بلس M باور 2 إيكوال 0، صح؟ أو مش إيكوال 0، إيكوال فاليو معينة، معلش سوري. يبقى ده إيكوالز إيه يا جميل؟ إيكوالز L ماينس M باور 2. طيب هو عايز الفاليو بتاعتهم، هما لما تكون الفانكشن كونتينيوس، هو مش ده معناه إن الاتنين دول قد بعض؟ آه، يبقى الفاليو دي كلها يا جميل الملامح إيكوالز كام؟ إيكوالز 0. نشوف على طول question 3، بيقول لي which figure represent continuous function at ال x equals 2. اهي دي continuous at ال x equals 2، هو represent ولا does not represent؟ represent. دي مش continuous، دي مش continuous، ولا دي continuous، يبقى الاختيار دي هو الاختيار الوحيد الصحيح والمنطقي والمعقول. question number 4، بيقول لي which of the following functions continuous continuous at ال x equals 2. خلاص الاختيار ايه على طول؟ طب دي مش كونتينيوس، هي عشان فيها جاب، ودي اصلا فيها جاب كبير جدا، ودي فيها جامب، والفاليو دي اصلا مش هتاثر على الكونتينيوتي، يبقى مش هتقول ان هي كونتينيوس. All the following statements are true except. بالنسبه للفانكشن الجميله دي، limit للاكس when الاكس approach to 1 للاف اوف اكس، فين الاكس approach to 1 الليمت بتاعتها بزيرو، صح. The function is not continuous at x equals 1، برضه صح مش continuous عشان في jump.
ال f of 1 equals 2 ادي ال value ال function بتاعت ال 1 equals 2 برضو صح. We cannot redefine the function to be continuous. هنا بقى. هنا هل انا مش ممكن فعلا اعمل redefine لل function عشان تبقى continuous؟ لا انا ممكن اعمل لها redefine عادي جدا. اشمعنى بقى ان ده مش ال statement دي مش صحيحة؟ لان انا ممكن اعمل redefine بان انا اغير ال value بتاعت ال function اللي هي 2 دي اشيلها واخليها كام 0، هتبقى ال function في الحالة دي ايه؟ continuous بشكل مستمر. يبقى انت عندك هنا question 6 بيقول لي ادي ال x power 2 minus 1 over x minus 1 وادي 2a. هنا ال x does not equals 1 وال x equals 1. هل دي continuous ولا لا؟ والله سوري هو بيقول ان هي continuous ولكن هو عايزني اشوف ال a بكام. لما تكون continuous يبقى ال limit equals مين؟ ال value. طب ال limit دي equals ايه؟ ال limit دي انت بتجيبها ازاي؟ بتجيب x plus 1 في x minus 1 اهو factorization عادي جدا، او ب theorem 4 على فكره عادي برضو زي ما تحب. يبقى ادي x plus 1. طيب ال x plus 1 at ال x equals 1 equals 2 يبقى ده equals 2 يعني ال a equals 1 يا جميل الملامح. يبقى question 6 على طول الاجابه بتاعته كانت b. question 7 هنا بيقول لي ايه؟ f of x equals 2x and 3x minus a ودي continuous at ال x equals 2. طب عشان دي تبقى continuous at ال x equals 2 يبقى لازم اللي فوق equals اللي تحت يعني 2 times 1 اللي هي 2 equals 3 minus a. طب ده معناه ايه يا جميل؟ ده معناه انك انت لو جبت ال a هنا هتبقى ال a positive وال 3 هتبقى ال a equals 3 minus a اللي هي ب 1 minus 2 sorry اللي هي ب 1. أو تجيب ال 3 هنا تبقى negative 1 equals negative a يعني ال a equals 1 على طول. Question 8 بيقول لي this function is continuous when ال x equals 2 then ال a equals كام؟ على طول هتسبستيتيوت ال x ب 2 فوق وتحت وخلاص. فوق لما تسبستيتيوت ال x ب 2 يبقى 2 times a times 2 power 2 اللي هي 4 يبقى 4a minus 3 equals 2a. يبقى انت عندك يا جميل الملامح هتجيب الإيهات في ناحية يبقى 4a minus 2a equals وال 3 هتروح هناك تبقى 3 يبقى 2a equals 3 يعني ال a equals كام يا جميل؟ 3 over 2 اللي هو الاختيار C. question 9 هتروح تشوف السؤال علشان تجاوب زي البطل. يقول لي the function is continuous at ال x equals 1 then ال k equals كام؟ يبقى على طول بتسبستيتيوت ال x ب 1 يبقى 1 باور 2 اللي هي 1 minus 2 times 1 بنيجاتيف 1 ادي نيجاتيف 1 equals 1 times k ب 1 يبقى k sorry minus 3 يبقى على طول هتودي لي دي هناك تبقى ال k equals negative 1 plus 3 equals 2 يعني ال k equals 2. question 10 هنا بيقول لي ايه؟ a x power 2 دي continuous at x equals negative 1 يبقى a minus negative sorry negative 2 negative 2 power 2 before equals negative 2 دي هتروح هناك تبقى ال a equals 2 يعني الإجابة C. الأسئلة سهلة ولذيذة وما فيهاش أي حاجة جديدة. If the function is continuous at x equals 2 where the f of x خلاص أنا هشيل ال x وحط 2 يبقى 4a اهي 4a plus 5 equals 9 وهنشيل ال x هنا برضو نحط 2 تبقى minus 2b. جميل جدا كده هنجمع ال a وال b مع بعض يبقى 4a plus 2b equals وتروح ال 5 هنا minus يبقى 9 minus 5 before. طبعا لاحظ هو طالب ايه؟ طالب 2a plus b. طب ايه علاقتها بدي؟ ما تيجي نعمل divide 2 لكل الايكويشن دي هتبقى 2a plus b equals 2 يبقى الاجابه 2 يا جميل الملامح. question 12 على طول يا جميل بيقول نفس القصه continuous at x equals 1 وال f of 1 equals 7. طب ده معناه f of 1 equals 7 يعني لما اشيل ال x واحط 1 هتبقى equals 7. يبقى انت عندك a times 1 ب a plus b equals 7. جميل والليمت دي برضه لما نسبستيتيوت الاكس ب 1 المفروض تطلع ب 7 ف 1 باور 2 اللي هي 1 بلس بي اكس يعني 1 تايمز بي بلس 3 ايكوالز 7 برضه يبقى البي ايكوالز طبعا ده 1 بلس 3 ب 4 واديها هناك تبقى ماينس 4 يعني ايكوالز 3. طب انا طلعت البي ب 3 شيل البي هنا وحط 3 مكانها هتبقى الاي بلس 3 ايكوالز 7 يعني الاي الجميله ايكوالز 4. طب هنا a over b equals كام؟ equals 4 over 3 زي ما انا شايف كده قدامي يعني الاختيار b هو الاختيار الجميل. على طول احنا بنختار الاختيار الجميل ولا الاختيار الصحيح؟ لا بنختار الاختيار الجميل.
هنا بيقول لي ال f of x equals اهو الكلام الجميل ده، والفانكشن كونتينيوس at x equals 0. يبقى لما ال x equals 0 equals k، طب ما تجيب الليمت هنا وهتبقى هي نفسها ال k. الليمت هنا ايه يا جميل؟ بص يا سيدي، ادي x plus 2 power 6 minus 2 power 6 over 2x. ده ايه علاقته بأي حاجة أنا خدتها قبل كده؟ لما أجي أجيب الليمت لما الـ x approach to 0، أنت هتشيل الـ 2 دي من هنا وتخرجها بره فهتبقى half. جميل، أنا موافق. اللي فضل جوه ده هو الكورولاري بتاع الثيرم 4 اللي هي equals كام؟ equals الـ half أهي زي ما هي times، وهنا عندك إيه يا جميل؟ عندك 6 times 2 power 5. طيب الكلام ده equals كام؟ أدي 6 by 2 power 5 اللي هي 32 by 1 over 2، يعني half مع ال 6 تبقى 3، 3 times الكلام ده يبقى 96، يبقى الإجابة تطلع ب 96 اللي هو الاختيار A. نشوف question 14 على طول، بيقول continuous at ال x equals 1، يلا substitute ال x ب 1. طبعا لما تيجي تسبستيتيوت ال x ب 1 هنا هتطلع لك 0 over 0، فأنت هتقعد تعيط وتقول لي أنا مش عارف أحل. لا، هنعمل إيه؟ هنعمل الطرق بتاعتنا العادية جدا، نعمل times الكونجيجيت. آدي أهو times الكونجيجيت، زي ما قلت لكم في الاخر خالص بعد ما نخلص هقول لكم على طريقه ازاي ممكن نحل كل الليمتس دي باستخدام الكالكيوليتر. طب يا مستر ما قلتهالناش ليه مخصوص من قبل كده؟ لانه اديكم شفتوا الدروس فيها حاجات فيها A وB وC، يعني الموضوع مش اكس زي ما انت متخيل، مش كل حاجه بتتحل بالكالكيوليتر، الاسئله المباشره فقط اللي هي زي دي. طيب هنا لما نعمل times الكونجيجيت يبقى root x plus 3 plus 2، وادي root x plus 3 بلس 2. ركز معايا علشان انت جميل وشاطر وما حصلتش. تحت في x ماينس 1 اهي، وفي هنا ايه؟ روت x بلس 3 بلس 2. فوق بقى عندك ايه؟ هتعمل multiply دول الاثنين كونجيجيت، يعني الروت هيختفي عشان بنعمل باور 2، يبقى الفيرست باور 2 هتبقى x بلس 3، الروت راح، ماينس السكند باور 2. طبعا الكلام ده كله ب x ماينس 1، صح؟ راح ده مع ده، فضل 1 اوفر الكلام ده. substitute بقى يا جميل ال x ب 1، لما تسبستيتيوت ال x ب 1 هتبقى 1 اوفر root 1 plus 3 اللي هي root 4 ب 2، 2 plus 2 ب 4، يعني ده 1 over 4، يبقى C هي الإجابة الصحيحة. question 15 يا جميل بيقول لي f of x equals root ال x minus a minus 1 over root ال x minus 3، ودي ال x minus b، وهنا ال x does not equal 9، وهنا ال x equals 9، عايز ال a over b. بص يا سيدي، السؤال ده يعني سؤال أعتقد إن هو مر عليا قبل كده، وفي حد من الشباب كان سألني عليه بعد الدرس مباشرة، وكان جابه في أسئلة الأسئلة المقالي كمان، لقيناه في الأسئلة المقالي في الكتاب، كان أعتقد يا إما عبد الرحمن محمود يا إما بشوي، حد منهم يعني بشوي أشرف، حد من الشباب اللي هم الناس المحترمين اللي بيحلوا، واحد منهم تقريبا كان جاب السؤال ده. كان في مشكلة في السؤال. إيه هي المشكلة اللي كانت في السؤال يا سيدي؟ كان في حاجتين غلط، كان الاختيارات فيها غلط، انا مش متذكر ايه هو، تقريبا كانت مقلوبه، يعني مثلا هي الاجابه مثلا 3 اوفر 8 او 1 اوفر 4، يعني واحده من دول بس مقلوبه. وكان في كمان القصه بتاعت ان الروت ده اصلا المفروض ان هو مكتمل كده. تمام؟ طيب هنبدا نحل عادي جدا، الموضوع بسيط. انت تبدا تقول اول حاجه انك انت هتجيب الليمت هنا، هي الليمت هنا، فلما الاكس ايكوال 9 يبقى ده ايكوالز كام؟ 9 ماينس بي equals. هجيب الليمت اللي فوق واكولها بالفاليو دي، يبقى خلاص كده طلعت الفاليو بتاعتي بي. طب عشان اجيب الليمت اللي فوق هعمل ايه يا جميل الملامح؟ هروح قايل ان دي روت الاكس ماينس a ماينس 1، وادي روت الاكس ماينس 3 تايمز الكونجيجيت بتاعنا على طول اللي هو روت الاكس بلس 3، وادي روت الاكس بلس 3. طيب هل ده هيعمل لي سيمبليفيكيشن يخلصني من المشكله ويحل المساله؟ لا، يبقى انت محتاج تعمل كمان كونجيجيت تاني للي فوق. طب ايش عرفني؟ جرب كده اعمل المالتبلاي، يعني انا لما عملت المالتبلاي كده هنعمل نفس الستبس اللي احنا عملناها واحنا بنحل السؤال، هقول ان ده على طول ايكوالز اكس اللي هي الروت باور 2 راح الروت ماينس 9 ادي هو اللي تحت، واللي فوق ده هيبقى عباره عن ده تايمز ده، صح؟ طب هل في سيمبليفاي ما بين الدينومينيتور ده ودول؟ لا خالص، يبقى انت محتاج تعمل الكونجيجيت الثاني اللي هو روت اكس ماينس a بلس 1، وادي روت اكس ماينس a بلس 1. حلو الكلام، رائع الكلام جدا. طبعا اللي تحت ده هينزل زي ما هو، انا خدت ده عملته تايمز ده اهو تحت، وده هيفضل زي ما هو اللي هو روت اكس بلس 3. جميل جدا.
وهنا ده هينزل زي ما هو لان مفيش حاجه تانية هتتعمل مالتبلاي معاه، يبقى روت الاكس ماينس اي بلس 1. حلو جدا. وايه كمان؟ وكمان هتعمل لي مالتبلاي دي مع دي اللي هي هنشيل الروت، يبقى اكس ماينس اي ماينس 1. بص يا سيدي، انت هنا محتاج تشتغل بفكره ذكيه جدا. انت طلع عندك براكتس تحت اكس ماينس 9، والليمت اصلا من الاكس ابروتش تو 9، يعني لازم يكون في فوق اكس ماينس 9. دي طبعا مستحيل تكون اكس ماينس 9، لان لو عوضت عن الاكس ب 9 هتبقى روت ال 9 اللي هي ب 3 بلس 3 ب 6، يبقى دي كلها ايكوال 6. يبقى دي هي اللي لازم تكون اكس ماينس 9. يبقى انا كده عرفت حاجه تانيه، ان الاكس ماينس اي ماينس 1 ايكوالز اكس ماينس 9. اكس راحت مع الاكس، يبقى نيجاتيف اي ايكوالز نيجاتيف 9 بلس 1 ايكوالز نيجاتيف 8، يعني الاي ايكوالز 8. يبقى دي من اول معلومه جبتها اللي هي الاي، يبقى ادي 8 اوفر. تمام. طيب كده هي هتكون يا دي يا دي، اللهم الا اذا طلعت 3، بس انا فاكر ان الاختيارات دي كانت مقلوبه. طيب هنا بقى يا جميل الملامح هتعمل ايه؟ هنا هنشيل ده كله مع ده كله، صح؟ ما هو ده اصلا عباره عن اكس ماينس 8 ماينس 1، يعني اكس ماينس 9 راح ده مع ده. هنا بقى سبستيتيوت، انا قلت اللي فوق ده ب 6، ادي 6 اوفر، وتحت هتعمل سبستيتيوت برضه روت يا جميل. بص مش ال 8 بال a ب 8، يبقى 9 ماينس 8 ب 1، يبقى روت ال 1. انا هسبستيوت الفاليو بتاعت ال 1 وادي بلس 1، يعني 6 اوفر 2 اللي هي ب 3. يا سلام، يبقى الليمت كلها طلعت ب 3. واحد يقول لي 3 اوفر 4 يا راجل اصبر بس، يبقى الليمت هي اللي ب 3، يعني ده اللي ب 3. يبقى نيجاتيف بي ايكوالز، هتودي دي هناك تبقى 3 ماينس 9 بنيجاتيف 6، يعني البي بكام؟ ب 6، يبقى 8 اوفر 6. مفيش في الاختيارات دي 8 اوفر 6. طبعا كان يا اما يخلي دي 8 اوفر 6، يا اما ما اعرفش طبعا هو عمل ايه في الاختيارات، او تخليها 4 اوفر 3، وده اللي انا اعتقد ان احنا كنا اخترناه. قلنا هنختار سي، بس هي مقلوبه، المفروض تبقى 4 اوفر 3. دي غلطه في الكتاب، ما اعرفش هل هي غلطه في كل نسخ الكتاب ولا لا، لكن انا هحاول اتواصل مع الشركه وابلغهم، وان شاء الله طبعا جل من لا يخطئ. هو كتاب عبقري، وبصراحه يعني افضل حاجه ممكن تحصل لاي طالب في مصر ان هو يشتغل من كتاب المعاصر لحد سكندري 3. بعد كده تبقى عندك وقت تعمل اي حاجه تانية. هنا بنقول في question 16 the function f of x equals الكلام ده، طبعا هنا الـ x less than 0 يعني الـ x negative، يبقى absolute الـ x هتبقى negative x، فده بـ negative 1. خلي بالك دايما في الـ absolute الكلام ده احنا خدناه وفهمناه كويس، يعني ما دام دي negative less than 0 يبقى الـ absolute الـ x ده negative 1 over 1 over sorry negative x over x بـ negative 1 plus 6 بـ 5، يبقى الـ value بتاعت دي كده بـ 5. يبقى انا هقول له ان الـ a power 2 plus كوساين 3 تايم 0، ما هي الاكس ب 0 ب 1، يبقى 1 ايكوالز كام يا جميل؟ 5. يبقى الاي باور 2 ايكوالز 4، يعني الاي ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف 2. واحد يقول لي هختار 2 اصل هي مش عارف ايه، هقول لك لا ركز، انت ما فيش اي كونديشن على الفاليو بتاعت الاي. نشوف السؤال اللي بعده على طول يا جميل. انت مش جميل ولا ايه؟ اهو ايوه تمام. هنا بيقول تان الكلام الجميل ده، وان الاكس جريتر ذان 2 وايكوالز هنا ساين كوارتر باي اكس. بص يا سيدي، هل الفانكشن كونتينوس ات الاكس ايكوالز 2، ولا هل الكلام ده هاز نو ليميت، ولا الفانكشن هاز ا ليميت، ولا الاف اوف 2 بوزيتيف ليس داز نوت ايكوال اف اوف 2 نيجاتيف؟ أول حاجة الفانكشن مش كونتينيوس لأن مفيش or equal to خالص، فالاختيار ده مستبعد. الليمت يا جميل اللي فوق، وإن الـ x approach to 2 يبقى دي 0 ودي 0 صح؟ يبقى ده ب 1. يبقى هتسبستيتيوت الـ x ب 2 هنا وتطلع الـ value بتاعتها، تعرف إنه الليمت موجودة أو لأ. دي ب 1. هنا ساين، أدي ساين. هنشيل الـ x ونحط 2، فهتبقى 1 over 4 times 2 اللي هي 1 over 2، فساين الباي over 2، ساين الباي over 2 برضه ب 1، يبقى الليمت هنا وهنا ايكوالز كام؟ ايكوالز 1، يبقى الفانكشن هاز ليمت ات الاكس ابروتش تو 2، والليمت بتاعتها ليمت الاف اوف اكس لو انت اتسالت عليها هتبقى ايكوالز 1 اللي هي الرايت ليمت ايكوال الليفت ليمت. نشوف السؤال اللي بعده question 18. هنا نفس الكلام، بيقول لي ذا فانكشن اف اوف اكس كونتينيوس، ما قالش كونتينيوس، لا قال كونتينيوس ات الاكس ايكوالز باي over 4.
يبقى انا هعمل substitute فوق وتحت باي اوفر 4، خلاص انا مش محتاج اعمل substitute تحت لان هي كي. طب باي اوفر 4 دي هتعمل لك ايه فوق؟ والله ما عارف، يمكن تعمل مشكله ولا مش ممكن، ما اعرفش. تعالوا نقول باي اوفر 4 تايمز 4 بباي، يبقى ساين الباي هي بكام؟ ساين الباي يا جميل الملامح بزيرو، صح؟ اه طب ده خلاص مفيش مشكله، يبقى ده substitution بشكل دايركتلي. يبقى ساين، ركز معايا، انت قلت باي اوفر 4 هنا تايمز 2 فهتبقى باي اوفر 2، فساين الباي اوفر 2 تان باي اوفر 4 صح؟ لان هي اكس، وهنا 1 بلس ساين 4 تايمز باي اوفر 4 بباي، يبقى ساين الباي. ساين الباي بزيرو يبقى اللي تحت ده اوفر 1، واللي فوق ساين الباي اوفر 2 ب 1 يبقى ادي 1 بلس والتان دي ب 1 يعني ده ايكوالز 2. يبقى الكي يا جميل الملامح على طول تطلع equals 2. هنشوف اللي بعده اللي هو question 19. هنا بيقول لي الكلام ده continuous at x equals 0، يبقى انت هتجيب لي الليمت. اعتقد نفس السؤال كان في الاكزيستنس، يبقى هتبقى sin 9. نفس السؤال كان في الاكزيستنس، مش في ليه، مش عارف ليه التهريج ده اهو. اوفر كوتان 4x، ادي تان 4x، ايه اللي خلاها بقت تان؟ ما هو الكوتان بتنزل تحت تبقى تان، والسك بتنزل تحت تبقى كوساين، والكوساين بتنزل تحت تبقى سك. الكلام ده ب 9 اوفر 4، يبقى الكي باور 2 ايكوال 9 اوفر 4، تبقى بوزيتيف نيجاتيف 3 اوفر 2. انا قلت السؤال ده كان في الاكزيستنس، احنا لسه حالين الاكسرسايز بتاعه، هتلاقوا نفس السؤال موجود بنفس الشكل. يقول لي دي ايفن فانكشن كونتينيوس ات ذا بوينت A اند B، ذن ذا فانكشن از كونتينيوس ات مين. انت جميل جدا، ادي الاسئله الجميله اللي ترفع الراس. الفانكشن ايفن صح، يعني هي ريفليكشن اباوت الواي اكسس، فبما ان فيها البوينت A وB يبقى فيها نفس البوينت اللي هي نيجاتيف A وB، وبتاخد نفس البروبرتيز بتاعتها في الA في الكونتينيوتي. ولو في لو بنتكلم على انكريس ديكريس في الانترفال كانت تبقى العكس، مالناش دعوه بالكلام ده. بقى نرجع في الكونتينيوتي، يبقى انا هقول نيجاتيف A وB اللي هو الاختيار A. هنشوف السؤال اللي بعده يا جميل اللي هو question 21. ادي الليمت والاكس does not equals 5 then the value of the function makes the function continuous، اللي هي الليمت. طب الليمت equals ايه؟ طب ما خلاص مش دي ب 5 باور 2؟ ايوه، يبقى انا كده بقى عندي 2 اوفر 1، ما فيش اوفر بقى، تايمز الاي اللي هي بكام؟ 5 باور 1 يعني 10. يبقى الاختيار ايه هو الصحيح؟ كده انا استخدمت ثيرم 4 وجبت الليمت. نفس الكلام برضو جاي يستخدم ليميت ثيرم 4. هنا equals a equal 8 over 5 times a power 8 minus 5 اللي هي 3 equals 200. انت جميل جدا لو قلت ان ال a power 3 equals 200 times 5 over 8. واحد بيودي دي يعملها divide، واحد يوديها يعملها time ويقلبها، انا بحب اعمل كده. طيب هنا يا جميل الملامح الكلام ده equals كام؟ دي 1000 over 8 ب 125، يبقى a باور 3 ب 125 يعني ال a يا جميل ب 5. في هنا ال a ب 5، ايوه اللي هو الاختيار a. ربنا يجعل ايامكم كلها a. طيب هنا بيقول لي ايه على طول؟ question 23. هنا بيقول ال x does not equals positive or negative 3 then the value of 3 so that the function is continuous. يبقى انت هتعمل ايه يا جميل؟ هتجيب الليمت بتاعت دي. طب الليمت بتاعت دي ازاي؟ يعني انا هوصل للليمت ازاي؟ بشكل ايه؟ عادي، نعمل فاكتورايزيشن فوق ونعمل فاكتورايزيشن تحت ونشوف ربنا ييسرها. هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان الاكس باور 2 ماينس 5 اكس ماينس بلس 6 دي اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكس ماينس 3 في اكس ماينس 2. أو راجع فيديو الفاكتورايزيشن أو حاول تشوف موضوع الفاكتورايزيشن ده عشان تجد لنفسك حل يا جميل. ودي x بلس 3. الفانكشن دي continuous اللي هي بيقول لي then the value of f of 3 so that the function is continuous at this position. عشان تبقى continuous هنعمل إيه؟ أولاً هنعمل simplification، أدي شلنا دي مع دي. طب لما نحط ال x ب 3 يبقى فوق هتبقى 3 minus 2 اللي هي ب 1 over 3 plus 3 ب 6، يبقى ال value بتاعت ال function لازم تكون 1 over 6. مش عارف السؤال كان يبدو شكله كده، حسيت ان هو هياخد وقت بس طلع سهل ولذيذ. الكلام ده plus ده is continuous at ال x equals كام؟ والله ده continuous فين؟ عادي جدا، انت ممكن تشغل دماغك وتوصل للحل
بسهولة. هو ده الدومين بتاعه ايه؟ او هي دي شكلها ايه اصلا؟ دي 4 over x power 3 plus x over 9 minus x power 2. اولا الدومين بتاع دي من غير ما اتعب نفسي ولا اجيب اي ليميت هو عبارة عن r except دي 0 ودي هتديني 3 ونيجاتيف 3 صح؟ بس خلاص. يبقى هو ده الفاليوز اللي بتخلي الفانكشن كونتينيوس، اللي هو الاختيار دي على طول وانت مغمض عينك. هتيجي تفكر شويه كده وتشغل دماغك وتقول لي طب انت جبت دي منين؟ هقول لك دي 4x باور نيجاتيف 3 بتنزل تحت وتبقى باور 3. هنا the function is continuous when ال a belongs لمين؟ يبقى على طول المفروض انك انت برضه تشغل دماغك هنا علشان توصل لنفس الحل. ال a باور 2 علشان تبقى continuous في ال r يبقى لازم ده عمره ما يبقى 0، وده عشان يبقى 0 يبقى ال a دي لازم تكون positive. يعني x power 2 plus positive number دايما مش هتديني solution، يبقى ال r positive. question 26 يا جميل الملامح continuous برضو بتجيب هنا. خلي بالك كل الافكار دي نفس ال stump كده، نفس ال concept اللي انت بتطبقه. انت بتجيب الدومين وتقول ان هي continuous في الدومين. طب الدومين بتاع دي ايه؟ الدومين بتاع دي r except negative 2، يبقى الاختيار r except negative 2. على طول نروح نشوف السؤال اللي بعده يا عسول، اللي هو question 27. The function is continuous، برضه دومين. الدومين ده امتى؟ لازم ده ما يكونش equal 3 علشان ما يبقاش الدينومينيتور 0، يعني ال x minus 1 does not equals 3. يعني ال x minus 1 does not equals positive negative 3. يبقى ال x minus 1 does not equals 3 وال x minus 1 does not equals negative 3. هتودي دي هناك فهتبقى ال x does not equals 4. وهنا هتودي دي هناك برضه بوزيتيف يبقى does not equal negative 2، يعني 4 و negative 2 يبقى الاختيار C. question 28 يا جميل الملامح، هنا بيقول لي the function f of x equals root cubic root لل 4 minus x power 2 is continuous. دي continuous امتى؟ المفروض ان هي تكون continuous في ال R. ليه؟ لان هي ملهاش denominator. ملهاش denominator وده even root. طيب ايه تاني يا جميل برضه؟ function f of x equals cubic root 2x minus 5 plus 4th root x power 2 plus 4 continuous on. طيب بص يا سيدي، انت عندك هنا ايه؟ عندك هنا cubic root ده مش هيأثر في حاجة، يبقى خلاص في ال r، وده 4th root يبقى المفروض اللي تحته يبقى positive. طب ال function اللي تحتها دي power 2 ودي اصلا positive number عمرها ما تكون negative، يبقى ده continuous في ال r. الدومين بتاع دي يا جماعة هو r. طيب اللي مش فاهم يرجع لدرس الدومين في الالجبرا كويس جدا هيفهم الكلام ده. هنا the function f of x root ال x minus 1 continuous on. طب دي continuous فين يا جميل الملامح؟ هتجيب الدومين. اللي هو x minus 1 greater than or equal 0، يبقى ال x greater than or equals 1 اللي هي على طول. 31 the function f of x 4 times الكلام ده continuous لما ال x تكون مش ده روت ودي نيجاتيف x، يبقى ده لازم عشان يكون بوزيتيف يبقى ال x لازم تكون ايه؟ يا 0 يا نيجاتيف. خلي بالك حتى 0 تنفع، فال 0 تشتغل والنيجاتيف ايه؟ تشتغل. يبقى انت هتقول لي from 0 to negative infinite اللي هي دي، هي negative infinite sorry ال 0، وال 0 close مش open. خلي بالك ليه؟ لان ال 0 شغال مفيش مشكله، مش هيسبب اي مشاكل ولا اي قلق. على طول question 32 نفس الكلام continuous. خلاص ما انا زهقت منك بقى كده، يبقى روت يبقى الاكس دي المفروض تكون ايه؟ 4. اول حاجه بقى في الدومين هنا، خلي بالك كاننا بنشرح بقى درس الدومين. يلا الدومين هنا واحد يقول لي r except 4، غلط. ليه؟ لان ال 4 هتخلي لي ده بزيرو، لكن في حاجه اسمها ان الاكس دي ما تنفعش تبقى نيجاتيف. الاكس دي ما تنفعش تكون ايه يا جميل؟ ما ينفعش تكون نيجاتيف. يبقى انت هتاخد كده من الزيرو لحد الانفينيت اللي هي ال r بوزيتيف وهتشيل منها ال 4. في هنا الكلام ده؟ لا هنا لا وهنا لا. ما هي من 0 للانفينيت دي اللي هي ال r بوزيتيف. تمام، يبقى الاختيار C هو الاختيار الصحيح. question 33 all the following functions continuous. فاكرين الريماركس اللي كتبتهم لكم في الاخر في اخر الشيت؟ كلهم continuous on r except التان. على طول انا حفظتها وعرفتها وفهمتها كمان. ليه؟ لان التان عندها values معينه هي مش defined فيها. طب يا مستر دي ده عمره ما يبقى 0 عشان ده مالوش solution في ال r. the function اللي هي tan 2x continuous في ال x belongs لمين؟ تخلي لي بالك بقى هنا يا جميل عشان في حاجه.
هو هنا بيقول ان الفانكشن تان تو اكس هي امتى يعني undefined؟ لما كانت الانجل بباي اوفر 2، يبقى الباي اوفر 2 ايكوالز 2 اكس، هتروح مودي لي ديب ديفايد فهتبقى الاكس ايكوالز باي اوفر 4. جميل، كله هو مديني هنا باي اوفر 4 وباي اوفر 4، لا يبقى واحده من دول. طيب بلس بقى ايه يا جميل؟ قال لي المفروض انه دي بتتكرر كل 180، يعني 90 undefined و 270 undefined برضه لما زودت 180. طب انا عشان ازود 180 هزود ايه؟ هزود المفروض باي، بس هي الاكس اصلا فيها 2، يعني انت كانك بتقول ان 2x equals باي، فهتشيل ال 2 تعملها ديفايد فهتبقى باي اوفر 2 تايمز ان، يعني الاختيار الصحيح هو الاختيار بي. ليه؟ عشان باي اوفر 4 بلس الباي ان اوفر 2 كل ما تتكرر كل 180، والباي ان اوفر 2 ايكوالز 180. هتقول لي لا ثواني بس يا مستر، ده الباي اوفر 2 دي ب 90 يا حبيبي، ما هي الانجل اصلا 2x. طيب هنا question 35 يا جميل الملامح ماذا يقول؟ question 35 يتحدث على انه الساين ax اوفر 2 والاكس does not equal، يبقى الكلام ده a اوفر 2 equals 5، يبقى ال a equals 10. بس خلاص مش عارف انت عايز ايه، والله ما اعرف. اللي بعده x plus 1 ودي x equals 3 دي continuous in r، يبقى انت عندك هنا ال b minus c. طب البي والسي دي هتعمل فيها ايه يا جميل؟ ركز معايا. هنا عندك حاجتين، الحاجه الاولى انه في هنا بي وفي سي، وفي اصلا فاليو هيحصل عندها باوندر، هيحصل عندها تغير اللي هو ال1. هنا الاكس جريتر ذان 1 وهنا الاكس ما فيهاش ال1، يبقى انت هتعمل تشيك لل1 وال3، يبقى انت هتعمل تشيك للفانكشن للليمت عند ال1 وعند ال3. طب لو عملنا تشيك عند ال1 يبقى 1 بلس 1 2 equals، هنا substitute الـ x بـ 1 فهتبقى 1 باور 2 بلس b تايمز 1 بلس c، يبقى 1 بلس b بلس c المفروض equals ده، دي هتروح هناك يبقى الـ b بلس c equals كام؟ equals 1. طب هو مش طالب b بلس c، لو طالب b بلس c كان خلصت. لا، هو طالب b ماينس c، يبقى انت هتروح تعمل substitute برضه للـ 3، وبرضه الـ limit لازم تكون واحدة عند الـ 1 وعند الـ 3. يبقى عند ال 3 دي هتبقى 4 equals 3 باور 2 اللي هي 9 plus 3b plus c، الكلام ده equals بعضه يبقى 3b plus c يا جميل equals كام؟ هتودي 4 يبقى 9 minus 4 بنيجاتيف 5. طب ادي equation الثانية، التو equations دول انت تقدر تطلع منهم الفاليو بتاعت ال b وال c ومنها تقول ال b minus c. طب اعملها ازاي؟ هعملها بدماغي او بالكالكليتر؟ ارجع في سؤال فات حليناه بالكالكليتر، هعمل دي minus دي 3b minus b ب 2b و c minus c مع السلامة و negative 5 minus 1 ب negative 6، يبقى ال b ب negative 3. طب أنا جبت ال b ب negative 3 يبقى negative 3 plus c ب 1، يعني ال c equals هي negative 3 plus c equals 1، يعني ال c equals 4. يبقى ال b minus c يا جماعة اللي هي negative 3 minus 4 ب negative 7 اللي هو الاختيار الجميل كان d. طب تقريبا سؤالين في الاكسرسايز على حسب ما اذكر، لانه هو كان 38 questions، صح الكلام ده ولا احنا زي؟ صح طبعا احنا بنغلط. السؤال ده طبعا والسؤال ده كانوا اصلا اديتهم لكم في شرح اول سيشن لو تفتكروا، نفس السؤالين بالظبط ما اخترعتش فيهم. The opposite figure represents curve of function which of the following statement is true، بس انا كنت بتكلم مش على الكونتينيوتي ساعتها، كنت بتكلم على الاكزيستنس. هنا بيقول continuous on the interval، هل هي continuous في الانترفال من 1 لل 3؟ دي صح؟ لا غلط طبعا. هل هي continuous في الانترفال open 1 و 3؟ برضه لا يجوز الكلام اللي انت بتقوله ده، ما يصحش. وهنا الليميت لما ال x approach to a exists where ال a belongs لل 1 و 3، هل في limit موجوده عند ال 1 وال 3؟ بص يا سيدي، المشكلة كلها إن أنت عينك بتروح على التو فتقول لي الليمت موجودة لأن اليمين إيكوال الشمال، بس ثواني، هو في ليمت عند الـ 3 والـ 1؟ لا، أطراف الإنترفال مفيش أصلا عندها ليمت، يبقى الأخيرة هي اللي صح اللي هي إيه؟ اللي هي إنه الـ A تبقى بيلونج للـ open 1 and 3. هنروح نشوف السؤال اللي بعده، آخر سؤال. The opposite figure represents curve of function gx equals absolute الـ f of x. يبقى ده curve of function f، لا ثواني، f
والجي ايكوال ابسوليوت الاف. يعني ايه؟ يعني انا عايز ابسوليوت الرسمه دي. طب ما الابسوليوت يا جميل ان انت هتقلب، هتطلع دي هتبقى فوق، هتبقى كلوز كده، وده هيحصل له ريفليكشن. لما يحصل له ريفليكشن فوق هيبقى عامل كده. بعدين بيسالني بيقول لي ما رايك، هل ال جي اوف اكس كونتينيوس اون ار؟ طبعا الجي كونتينيوس، انا شايفه كونتينيوس يبقى دي صح. وبيسالني بيقول لي كمان هل ليميت لما الاكس ابروتش تو 2 للاف اوف اكس ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف 1، هو في ليميت تطلع بوزيتيف ونيجاتيف 1؟ لا ده ما اعرفش، نوع من انواع التهريج. هل الليميت للجي اوف اكس، ما فيش طبعا بوزيتيف ونيجاتيف 1، ليميت للاكس ابروتش تو 2 للاف نفسها، الاف اهي فوق وتحت، طبعا ما فيش ليميت اصلا، داز نوت اكزيست، يبقى دي غلط. هنا هل ليميت للجي اوف اكس؟ طب ما الجي هي مرسومه، الليميت بتاعتها ب 1، ايه ما اشتكتش، يبقى على طول دي صح ودي صح، يبقى 1 اند 3 صح، دي لا يبقى 1 اند 3 اللي هو بي. وبكده يا شباب يبقى بفضل الله وقوته وحوله وقوته خلصنا الاكسرسايز بتاعنا اللي هو اكسرسايز 18، ويعني نقدر نقول ان احنا خلصنا الكالكولس كله. ان شاء الله التقيكم في فيديوهات المراجعات، ولما نكمل بس الاول فاضل لنا درس واحد في التريك في الفيديوز، فاضل لنا 3 دروس في الالجبرا ان شاء الله تخلص، وبعد كده نبدا نشتغل في الريفيجنز بتاعتنا. نقدر نقول كده سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.